السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير نتوما لاباس؟ مهم انت خيتي، راه البرد يقتل. وراني هنايا في الحانوت، البرد يا اختي ما عرفتموش عندكم البرد ولا غير حنا؟ يمكن نتوما عندكم الحراره. كراكو دايرين؟ كي داير الاحوال؟ وكي دايرين الزوينات ديالي؟ راني كنقرا التعاليق، راني هزيت البارح والبارح بزاف ديال كيسميت الاسئله تما، وديما عاودوا لي السؤال، ديما عاودوا لي. انا حاشاك راني بحال الدابه، الا ما نغستونيش ما نوضش. ما نتحركش، راني بحال الشمال. كراكو دايرين؟ كي داير الاحوال؟ نتوما لاباس عليكم؟ والله يشافين الناس اللي مرات واللي مسكين ما مزوج ولا ما مزوجش، يا ربي سهل عليه، واللي ما عندهاش الدراري تاني كان ربي يجيب لها، ويا ربي تاني كان وليداتنا ينجحوا بنياتنا اللي في المدارس والجامعات، واللي باغي يسافر تاني كان ربي سهل عليه، واللي باغي يحرق ربي سهل عليه، ويقول لك ما تجيوش وما ديروش، راه اوروبا ما بقات فيها هذوك غير الجايحين اللي كنعطينها لدادا ومالي، وما باغينكوش تشوفوه الحاله اللي فيها. عندك اجيو لهنا ونتقاتلوا، لان حنا حايرين بكم في تما وانتم حايرين بنا، يعني انتم قلبكم مهاني وحنا قلوبنا مهاني، اللهم نجتمعوا مره واحده ونقلعوا القديد من بعضنا، ما يبقاش خاطر. حنا نقولها لكم نيشان، انا لا عندي لا زواق ولا النفاق، ماشي بحال دوك الناس اللي يكذبوا عليك ويقول لك ما تجيش ولا لا. عندك هذوك سوق وخاوي بقاو تابعين غير جمعيتهم، ما يخدموش، ما عندهم لا تريد لا والو، غا طلعوا اجيو لهنا وتشوفوا منين يجي شي واحد حارق ولا حارقه ويدير وكيسميته، كيبقاو عليه بالشكيمه، الشكيمه غلا طايره، والله يسحروا له، والله يسحروا لها مسكين. المهم بزاف الدراري والدريات اللي قال لك ابراهيم خاصك تقولنا ديال المعايلقه اللي كنطفيوها باش تا ويجاب الامراض، لكن المعايلقه وراكو غلط، فهمتوا؟ المعايلقه وراكو غلط، وانا نقول لكم المعايلقه من جاي، هاد الضربه ديال المعايلقه من جاي، هادي سيني. لكن انا عندي هنايا هما قالوا لكم المعايلقه خاصها تكون حديد لا كذوب، اللي كداوي جميع الامراض وتشفي جميع الامراض. انا شحال مره من نهضر على النحاس، الرقات كيضربوا لي اللايف، لان النحاس هو اللي كينحي الجن العاشق، اذا كان في الرحم ولا كان في اي في الجسد ولا كان في الراس ولا في كيسميته النحاس، وتاني كين ديري في المعراس تاني كين نتاع النحاس وتشربي داك الماء ديالها او لا تطفي الدود تم، لان بزاف الرقات اللي ضربوا لي الفيديوهات. ولكن كنشكر اليوتيوب ونشكر انستغرام وكيسميتها، اليوم هي كترجم كلشي الفيديوهات، ما راهوش عارفين باللي جماعه متطرفين وباغين غير هما كيبيعوا في كلام الله سبحانه وتعالى، فهمتي؟ شوهونا قدام العالم. لكن المعايلقه خاصها تكون نحاس، فهمتوا؟ خاصها المعايلقه تكون نحاس، هذا النحاس القديم، هادو انا كنصيدهم الجوطي، انا كنمشي للاسواق بغاو بعاد ولا قصار، فيما كانوا الاسواق كنمشي لهم، لكن كان سيد فيه وقال لي ما يفهمش النحاس، هذا النحاس قديم، لاحظوا شوفوا هذا النحاس قديم، شوف شوف كي دايره وشوف كي دايره، كاين اللي ما يعبالهاش. هادو انا معايا القا نشريها باورو، لكن شحال نبيعها؟ كنبيعها 100 يورو، يعني منيول المعايلقه، شفتوا؟ راه ما بقاتش شهاده ولا خاصها يقرا الدكتور، انتم اللي تقول لك لا ولدي خاصها يقرا، لا رافقات العقل، وتعرف تخدم هذا تعيشك احسن من الملك، شتي؟ هادو انا شريته بقور، لكن ما كاش اللي عابله قدام ومن النحاس القديم، شتو؟ كاين تمكين هادو فرق متفارق، شتو؟ هذا نحاس ونصو ذهب، كاين اللي ما عارفلوش، غادي نوري لكم واحد شريته في الشكل هادي بحال هادي وهادي بحال هادي، هادي بحال هادي، شوف شتو كي دايرين، شوف هذا النحاس القديم، هادي بحال هادي، هادي بحال هادي، هادو بحال بحال، هادي بحال هادي، لأن متفارقين، هادي شوف هادي بحال هادي وهادي بحال هادي، شوف شوفو كي دايرين وشوفو كي دايرين من لهنا. لكن نتوما غيكون عندكم حاس كيما كان، بقات هادي ولا هادي، المهم يكون عندكم حاس، أولا تشريوها، فهمتوا؟ تمشيو راه كاينه في الأسواق موجود المعلق ديال النحاس، لكن غير هذا نحاس قديم، هذا من عهد الفراعنة ومن عهد اليهود ومن عهد كيسميتو، فهمتوا؟ واللاتينوس وكلشي، فهمتوا؟ حنايا المعايلقة وراوكو غلط،
لكن قالوا لكم خاصها تكون حديد. هذه المعيلقه الداء ديالها مكتوبه في الكراله، هذه مكتوبه في الكراله، واللي خرجوها الفراعين هما اللي كانوا يطفيوها باش تداوي جميع الامراض، كانوا يحاربوا بها الجن. فهمتوا؟ الجن كتقضي عليه، النحاس في الدار كيقضي على الجن. فهمتي؟ ها هنايا غادي نجيبوا معيلقه ديال النحاس. نتوما ما تدبروش على القديمه وكيسميتها، اللي لقات القديمه واخا، اللي ما لقاش تمشي تشريها. حنا غادي نجيبوا معيلقه ديال النحاس هي اللي كدوي. غادي نجيبوا حنايا الفخار، اما نجيبوا هذا كاس او لا نجيبوا هذا كيسميتها، راه عامر بالجلود. ها شوف تاع البنوره وكلشي. او لا نجيبوا قصريه، او لا نجيبوا قصريه. حنا لا مازالناش الغراف، كاين الغراف هذا، غادي نقول لكم واحد الحكايه ثاني كنا. حنا غادي نجيبوا المعيلقه ديال النحاس، غادي نحطوها هنا، ومن غادي نحطها هنايا غادي نجيبوا ماء الورد، غادي نزلعوا على المعيلقه حتى تدرك. غادي نجيبوا الزعفران، واللي عندها ماء زمزم، واللي عندها ماء زمزم هذا الاصلي. غير ديال العبار اللي ما تشريوهاش، هذا ثاني ماء زمزم كتلقاو فيه الورقه، اللي ديال العبار ما تشريوهاش مغشوش. اللي عندها ماء ورد دير ماء ورد، واللي عندها ماء زمزم احسن. فهمتوا؟ غادي نديرو حنايا الزعفران، نديرو المعلقه هنايا، ونديرو في كيس ميته اما ماء زمزم او لا ماء ورد. غادي نديرو هنا. حنا من غادي نديرو هنايا غادي نوضو حنايا الصباح هذا الماء، غادي نطفيو فيه. اللي عندها لبان الذكر دير حبه ديال لبان الذكر هنا معاه، فهمت؟ تخليه ليله كامله يرضى. حنا غادي نجيبو المعيلقه وغادي نطيبوها على النار على البوط. فهمتوا؟ راه ما يذوبش، فهمتوا؟ ما يذوب بصح هذه فيها الذهب وكيسكن حتى الذوب، ولكن الا عليتيها هكا تحمر. تعليها الا شتي راسك باغيه تذوب تعليها، لكن المعيلقه تكون ديال النحاس. النحاس هو اللي كيطرد الجن اللي يكون ناعس في الرحم، وما يخليش المراه مسكينه تحمل تتحمل ويطيحها لها. او الله الجن العاشق في الجسد، او الله في الراس، او الله السرطان، او الله السحر المأكول، او الله القولون العصبي، الغدة الدرق، جميع الامراض كيداويها النحاس. اقسم لك يمين انا كنقطع بالنحاس، ما عطيه لهادش، لان عمتي الله يرحمها كتقطع بالنحاس. حنايا من نديروها كيسميتها غادي نطفيوها هنايا، فهمتوا؟ حنايا غادي نطفيوها هنايا، ومن غادي نطفيوها حنا هاد الماء اللي هنا فيه الزعفران واللبان الذكر غادي نشربوه. الماء يكون فيه الزعفران ولبان الذكر، هذه هي الوصفه الاصليه الحقيقيه، ومكتوبه حتى في الكابالا، تنقلت من تم. فهمتي؟ نقلت من كتاب الكابالا. لكن انا شت عمتي كتخدم بالنحاس، لكن واحد بنت خالتي كتخدم بالحديد، خادمه العكس لعمتي والشده ديالها. فهمتي؟ لكن هي الوصفه الاصليه ماشي ديال الحديد، خاصها تكون ديال النحاس. راه النحاس يداوي جميع الامراض. فهمتوا؟ جميع الامراض هذا. شوفوها هكا كيفاش تبان لكم، شوفوها هكا كيفاش تبان لكم تاني فين دايره. شوف راه جميع الامراض كيشافيها، حتى فقدان الذاكره، حتى نقصان البصر. فهمتوا؟ النحاس هو الزين. علاش قلت لكم شحال مره طفيو اللدون؟ شفتوا هذاك الفيديو اللي درته لكم طفيو اللدون في النحاس؟ ضربوه الرقات، لان مع قلت له كيحيد الجن العاشق. وفعلا الا عندك ولادك ولا بناتك ولا كلشي، بغيت كلشي اللي يتبعوني ولا متبعونيش، وبغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو. كاع اللي تبعوني اللي تبعوني خاصكم تشريو النحاس. الا لقيتو داك النحاس الاحمر انا جبتو من مصر للبنت ديالي. فهمتوا؟ النحاس ديرو في اليدين ديالكم، تقدري ديري في اليمنى وفي اليسرى بجوج، كينحي العين التابعه لحسد العين المؤذيه، كاع الامراض ودعاوى الشر والنحس يحفظك منها. ديري لولادكم لبناتكم الرجاله ديالكم كلشي. وكاين شي واحدين واحد النحاس كيتحلوا ويتبلع، هذوك زينين تانيكي. المهم يكون نحاس، ولا لقيتو النحاس الاحمر هو القديم. اللي ما لقاش دير غير نحاس عادي. فهمتوا؟ بصح بغيت كلشي، حتى ولادك لو كانوا صغيرين ولا سنيسلات ولا كسميته ولا مسيسات ولا كسميته، يكونوا نحاس. بعدوا عليكم الذهب، لان الذهب مسكون، دابحين عليه بنات، دابحين عليه حيوانات، ومسكون الذهب. فهمتوا؟ لكن النحاس ينفعكم، لا في مهرز ولا في كيسميته ولا في كيسميته. ثاني كاين المهرز شديه وتبيتي فيه الزعفران ولبان الذكر وتشربي انت وولادك وتعطيهم، و
وتشوفي الحفاظة كيكون داير تفوق في الدراسة وكسمته ويكون اللي عنده العقل حتى انت يا كاع حتى انت راه مشارك العقل وحتى انا راه مشارك العقل كان بغي يكون موت عليكم. وهذه المعيلقة جات من كتاب الكبر اليهود اللي كانوا يديروها والعمة ديالي الله يرحمها تعلمتها من اليهود لأن القرية اللي كنا فيها حنايا كانوا فيها اليهود الفلاج باقي مسمي على اليهود فهمتي هذه هي ضربة ديال المعيلقة. المرة الجاية قالت لك إبراهيم واحدة قلنا الوصفة ديال القهوة اللي راهو ناشرين لكن غادي تسمعوا العجب واللي دارتها توجد على توجد شي صباط باش بالسلامة عليكم وتبارك الله عليكم.